عبر الهاتف تنضم إلينا روضة مرقص، المحامية في مجال حقوق الإنسان العمل والقانون الإداري في موقع كل الحق. إذن أستاذتي مساء الخير. مساء الخير، يعطيكم العافية. يعني العمال ربما كنا نتحدث ورأيت التقرير، يعني هم الأكثر تضررا في خلال كل ما يحدث الآن. ما هي أكثر المعلومات التي على العامل العربي الذي يسمعك الآن أن يعرفها؟ أول شيء بحب أحيي أهل عرابة، وبتمنى للبلدان العربية برضو تبادر بهيك أنشطة. حاليا موقع كل الحق أو كل الصخوت، عشان ما يكونش في التباس، الموقع هو موقع مجاني وبدون أهداف ربحية، وإحنا بنحاول إنه من خلال عملنا إنه نوفر كل المواد اللي ممكن على المواطن إنه يستخدمها لتحصيل حقوقه. طبعا احنا ما بنقدم اي استشارات شخصيه او مقابلات، هذا مهم الي انوه. وطبعا هاي الازمه هي بتمس كل انسان وكل شخص من طفل لكبير، بما انه الموضوع الشائك هون هو المستقلين او اصحاب المصالح. انا طبعا عندي وعي للأزمة اللي الكل عم بمر فيها، وبدون علاقة في كوني حقوقية أو لا. طبعا المنح اللي هي اليوم مقدمة، بعرف كيف سمعتك أخ طبلاوي عم بتقول هي قليلة، بس طبعا هذا إشي مهم إنه نحطه ونعلنه لكثير أشخاص اللي يمكن ما عندهم. يعني هل بإمكانك أستاذي روضة يكون يعني بعض التفصيل بما يتعلق بالمنح اللي ذكرتيها؟ في منحة مساعدة للمستقلين بسبب أزمة الكورونا، اللي هي أول شيء كثير مهم يعرف المستمع إنه تقديم الطلب هو لغاية 1/6. نعم. ومهم التوجه لسلطة الضرائب من أجل تقديم الطلب، وهو بناسب المستقلين أصحاب المصالح الصغيرة أو المتوسطة. وبعرف يعني إنه إحنا في بلداننا العربية في كثير مصالح اللي هي تعتبر بهاي الأحجام، وكيف طبعا كنت بوجه الأشخاص إنه يتوجهوا لموقع كل الحق ويفتحوا صفحة المستقلين العمال والمستقلين والمشغلون، ويشوفوا إيش هي الحقوق اللي بتطلع لهم بهاي الفترة. يعني مش بس المنح هي الإشي اللي طبعا الأول اللي إحنا بنفكر فيه المنحة، بس في كتير تسهيلات أخرى مثل تأجيل موعد تقديم التقارير، وطبعا القروض هي كمان إشي أنت تطرقت له، بس هو كمان عامل اللي ممكن يساهم في يمكن نشل مصلحة بموقف أو آخر. طبعا في موضوع اللي هو بمس الكل، وبمس العمال، وبمس المشغلين، اللي هي رقابة على الأسعار، اللي هي كمان مهم إنه الواحد يكون واعي لهذا الموضوع. واضح يعني، وسمعنا أصوات مختلفة في الشارع. المصالح اللي بتطلع عديد من العمال لإجازة غير مدفوعة الأجر. نعم. اللي بنسميها بالعبراني حالات. كمان الواحد كصاحب مصلحة يكون عارف شو حقوق هاي العمال، وكعامل عم مستمع حاليا لهاي المداخلة، فيكون عارف كمان شو حقوقه كشخص أو كإنساني. أو إذن يعني كل هاي المعلومات ممكن أن تجدوها أيضا في موقع كل الحق. المحامية روضة مرقص، شكرا لك.